العديد من الناس ما كيعرفوش الاصل ديال البرتقال مين جا. البرتقال جا من الصين اللي تم يعني الاستعمال ديال واحد الالاف عام باش كانت كتستعمل، وكان عندنا حنا واحد المناطق منهم مناطق ديال مراكش كنقولوا حنايا البرتقال كنقول ليه اللتشين فوالا. من تما جاوا هذوك المشاتل او جاوا دوك النقلات ديال هاد ديال هاد ديال هاد الفاكهه هذه وتزرعات عندنا في بلادنا. هنا علاش كنهضروا على ان هذاك الناس ديال ديك المنطقه ديال الصين، وبحكم الاستعمال ديالهم او المداومه في الاستعمال ديال عده مواد طبيعيه كتعطيهم واحد النضاره ديال البشره، كتعطيهم واحد الحيويه على المستوى ديال الشعر ديالهم. كنعرفوا حنا الشعر ديال الصينيين ديال الصينيات كيفاش كيكون، او ديال الصينيين حتى هما البشره ديالهم. فهذه من الفواكه كما كنقولوا حنايا المعجزه اللي نزلها الله سبحانه وتعالى، وخاصه في هذه المناطق واللي نحن كنستافدوا منها. فالبرتقال او زيت البرتقال او الماده اللي تكلم عليها لتقوية الشعر دكتور عماد. فأكيد إلى خدينا على البرتقال، شوف كاين واحد الطريقة جميلة كذلك كيديروها الأمهات ديالنا، وهذه من متوارثة عندنا حنا في بلادنا الحمد لله، هو أن البرتقال كينشفوا دوك الجلوف ديالو العديد من المنازل كيديروها وكيستعملوها في المطبخ، كيستعملوها في الكيكة، كيستعملوها في أي حاجة. فهذوك القشور اللي لبسناهم كنحاولوا انهم يلبسوا مزيان، حيدوا منهم داك الماء ويتطحنوا ويتغربلوا ونسدوا عليهم في واحد الدفعه القريعه اللي تكون ما كتدخلش اشعه الشمس. يعني واحد الوعاء اللي يكون كيتسد مزيان. فهذوك الا خديناهم مثلا معلقه صغيره ديال هذه البودره هذه ودرنا لها كاس صغير ديال زيت نور الشمس، يعني بحال غندير واحد حمام زيت باش نشقوا به الشعر ديالنا. يعني معلقه صغيره ديال هاد البودره ديال القشور ديال البرتقال ميبسين ومطحونين ومغربلين، وغادي نضيفوا لهم معلقه صغيره ديال الورد مطحون ومع كاس صغير ديال زيت نور الشمس، نحطوه فوق العافيه تبدا تطلع الغليه الاولانيه، نطفيو عليه نخليه واحد الليله يرتاح هاد يعني هاد الخليط هذا، ومن بعد كنصفيوه، من بعد كندهنوا به الجلده ديال شعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه غنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر، فكتعطينا واحد الفائده كبيره يعني للشعر ديالنا والجلده ديال الشعر ديالنا. نعم. طيب دكتور عماد بالنسبه للاخوات اللي ايضا عندهم المشكل ديال يعني ديال المسام مفتوح كيسولكوش نعم. زيت البرتقال ينفع في هذه الحاله دكتور عماد؟ هذه البودره درنا، هذه البودره غتاخذ نص معلقه صغيره ديالها نعاود نذكروا بها البودره ديال القشور ديال البرتقال اللي ميبسه ومطحونه ومغربله مليينه، نص معلقه صغيره ديالها ومعلقه صغيره ديال الطيل الاخضر نضيفوا لهم. ملي كنبداو نزيدوا شويه ديال الماء حتى يعني حتى كتولي داك كما كنقولوا حنايا داك الخليط يولي جاري واحد شويه باش يمكننا نديروه ماسك على البشره والرقبه ديالنا. كنديروه ماسك على البشره والرقبه، كنخليوه مده ديال ثلث ساعه، ومن بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع وكنبقاو حتى لثلاثه ديال المرات وكنبقاو مداومين عليها، فهي كتعطينا فائده كبيره للمسام ديالنا. نعم. طيب دكتور عماد الاخوات كيسولوك على الزيت الاساسي للبرتقال لاش كتصلح؟ فالزيت الاساسي للبرتقال كما قلنا ان مباشره ما نستعملوهاش لان كتكون قويه، لان كتقدر تحرق لينا الجلد ديالنا. لويل اسونسييل دورونج ولا لويل اسونسييل دو فلور دورونج غناخذوا 10 ديال النقيطات ديالها وكنزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ولا زيت نور الشمس، كنخلطوها وهذاك الخليط هو اللي كنستعملوه للجمال. نعم. طيب ام وليد كتسولنا على شي وصفه للتجاعيد بقشور البرتقال نفس البودغ اللي تكلمت عليها. نعم فهذيك مزيانه، هذيك انا نستعملها انا حيت انا بغيت نستعمل هذه البودره. علاش؟ باش نخليهم يستافدوا باش يبقى على طول السنه. يعني ها هو البرتقال موجود، اذا نحيدوا ذاك القشور ديالو نديروهم يلبسوا في الشمس. دابا راه كاينه الشمس في السطح، ما قديناش اننا ذاك الفران من نطيبوا فيه الخبز نطفيوه ونبداو نلبسوا في ذاك الصهد ديال الفران الران حتى يبسوا ويوليو قاصحين، وعاد ديك الساعه ندقوهم ونغربلوهم وديك البودره هي اللي غنوليو كنستعملوها. نعم. اكيد ان الفيتامين سي من المواد الاساسيه في العلاج او في المساعده العلاجيه لعده امراض. نعم. منهم رفع المناعه راه تعرفنا عليه، وما فيه الكفايه كما كنقولوا حنايا كما كنقولوا حنا دينا فيه الدكتوراه في هاد الفتره ديال كورونا، ان هاد الفتره كلها ديال كورونا كان فيها هاد يعني الاستعمال ديال هاد الماده هذه. ولكن اليوم ان شاء الله انا غادي نركز لكم على ماده اخرى اللي دائما كنعرفوا اننا مع بعضياتنا خصنا دائما نجيبوا ما هو جديد، وما هو جديد هو تم الاكتشاف ديال واحد الماده كتسمى ليسبيريدين.
ليسبيريدين. فوالا هذه الماده ليسبيريدين دابا اللي هي موجوده في البرتقال، والحمد لله على بلادنا ان البرتقال المغربي فهو برتقال طبيعي، ما واخا كيكونوا في بعض المبيدات البسيطه او بعض الادويه اللي كدار، ولكن ما كدارش في ديك القيمه اللي غتاثر ليه على الطراوه ديالو. فهاد ليسبيريدين هي واحد الماده اللي ولات كتعزل، يعني كتحيد وكتحيد بوحدها وكدار في عقاقير وكتخاد مثلا، وخاصه يعني الامريكا يعني في الولايات المتحده الامريكيه تستعمل لمحاربه الشيخوخه السريعه، تستعمل لتقويه البشره، تستعمل لحيويه فروه الراس، وتستعمل كذلك في محاربه المشاكل، يعني كان كومبليمون اليمونتير واحد المكمل غذائي لمحاربه المشاكل ديال القلب والشرايين. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال القلب والشرايين خاصه دوك لي ترومبوز، داك التكبد ديال الدم اللي كيكون على المستوى ديال العريقات ديال القلب والشرايين ديالنا، كتعاون باش كتعطينا واحد التليين للعروق والشرايين ديال القلب ديالنا، كتعاون كذلك في تقويه الذاكره، ولات كتعطى الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من مشاكل ديال الزهايمر، الناس اللي كيكون عندهم مشاكل على المستوى ديال الدماغ ديالهم. فحنا اليوم ان شاء الله هذه ماده ليسبيريدين غادي نحاولوا نركزوا عليها، نشوفوا بعض الوصفات كيفاش يمكننا نستعملوها، ونشوفوا كذلك شنو هي الطريقه السليمه والامنه كيفاش يمكننا ناخذوا هذا البرتقال هي قدامنا، شنو هي الطريقه السليمه والامنه اللي غادي ناخذوها ونستهلكوها وغادي نستافدوا من المزايا ديالها. يعني واخا الانسان راه غادي ياخذ البرتقال وغادي ياكلو، ولكن راه غادي يستاذى ملي غياكلو، راه حتى الجمال ديالو غادي اثر على الجمال ديالو، كما كيكون ظاهريا غادي يكون خارجيا ان شاء الله. هذه الماده اللي تكلمتي عليها اليوم قلتي كدار في عقاقير، نعم. واش كتكون ايضا مثلا في زيت او في ديجيل او في ديك كريم اللي كتدار مثلا في البشره دكتور عماد؟ فهنا البشره او الزيت الا بغينا نستافدوا من هذه الماده فنحن غادي نصايبوها راسنا، يعني او غنصايبوا هذه الوصفات راسنا. اما هذه الماده هذه فهي كتكون ماده للشرب، لانها كتكون في شكل مكملات غذائيه بحال الفيتامينات اللي كتكون كتخاد، بحال يعني اللي مهود مثلا كتبع ليسبيريدين، وحتى بالنسبه للرياضيين هي واحد الماده اللي هي مهمه، واصلا هي واستعملت في الاول بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيديروا يعني العدائين اللي كانوا كيمارسوا بعض الرياضات الاحترافيه، يعني اللي كتكون قويه وكتطلب واحد المجهود عضلي قوي. فهذه من المواد اللي كانت تعطى لهم، سي با زان دوباج، يعني ما كيعطيناش واحد يعني ما منوعاش كما كنقولوا، ولكن كتعاون لنا في ضخ الدم في في, في 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 القلب بواحد الطريقه منتظمه، وكترفع لنا حتى من الجوده ديال الكريات الحمراء. ولكن حنا يمكننا نستافدوا من هاد الماده هذه بطريقه اكيد يمكننا نحن نصايبوا غير الوصفات راسنا. كاين الاولى هو كما قلنا الاوراق ديال البرتقال، لان الاوراق ديال البرتقال فيهم واحد التركيز ديال هذه الماده، فيها لازيوكسونتين اللي هو عباره على مضاد اكسده قوي، وزائد هاد ليسبيريدين اللي هضرنا عليها. فإلا خدينا غير واحد الخمسه ديال الوريقات متوسطين ديال البرتقال وطبخناهم في نص سيترو ديال الماء، يعني تطبخوا مزيان ونصفيو داك الماء، داك الماء كنوليو كندهنوا به البشره ديالنا والرقابه كل ليله، وهذاك الماء ما كنغسلوش يعني كنخليوه كنباتوا به، ف وما نقطعوهش، فكنحسوا بواحد فائده كبيره على المستوى ديال البشره ديالنا. اذا هذه وصفه سهله وبسيطه. مساله اخرى اللي هضرنا على البرتقال الاستفاده منه، من الاحسن انه يتكال هكاك. علاش؟ لان يعني ما نعصروش ماشي عصير، ما نعصروش لان هذيك الطرف ديال التشينه او الطرف ديال البرتقال، هذاك تما كيكون مخبأ هذا الموروث ديال ليسبيريدين. كيكون عندنا فين حيت شنو هما دوك كما كنقول حنا ديك الجلفه ديال البرتقال، هذيك في حد ذاتها عباره على الياف، وهذوك الالياف هما اللي كيخبعوا لنا ديك ليسبيريدين، يعني داك كما كنقولوا حنا داك الغلاف اللي كتغلف لينا هذيك التشينه، تما كتكون مخبيه ليسبيريدين، يعني بحال واحد لاكابسول ناتوريل. يعني ملي خديناه هكاك وكليناه مباشره، افضل اننا نعصروا، لان الا عصرناه ودرنا واحد العصير ديال البرتقال هنا فقط كيبقى السكر وكيبقى الفيتامين سي، اما المواد الاخرى اللي هي مهمه كلها كتمشي. وعلاش قلنا انا بعض الاخوات ما يتوافقوش معايا، راه حتى ملي كنعصروا الليمون راه من الافضل هذاك الشيء اللي عصرناه الفوق نحيدوا منه ذاك العلف ونخلطوه مع العصير ديال البرتقال وناخذوه فعلا ويتخلط معاه وناخذوه، هكا غادي نكونوا كنستافدوا معاه بطريقه جميله. وإذا بغينا نستعملوه يعني في عجاله واحد الوصفه بسيطه، وإذا بغينا نستعملوه كعلاج ناخذوا البرتقال نقسموه على اربعه، نحيدوا منها العلف ونطحنوها بالقشور ديالها وناخذوها هكاك، فهكا غادي يكون عندنا واحد المشروب مركز
طاقي زائد مشروب مضاد الأكسدة زائد مشروب مركز بمادة الإسبيغيدين، يعني مشروب للشباب. نعم، فهذا لشباب البشرة ويجربوه ويردوا لي الخبر. يعني في فترة ديال 15 يوم ديال الاستعمال ديال هذا المشروب غير من الأحسن ناخذه وسط الماكلة، فهو كيعطي واحد الفائدة كبيرة للبشرة ديالنا والدس ديالنا. كيفاش الماكلة دكتور عماد؟ يعني مثلا احنا غنفطروا ناكلوا شوية ونشربوا هذا المشروب هذا اللي قلنا ديال البرتقالة كتطحن بالقشور ديالها، وكان كما كنقولوا حنايا كنشربوا داك الكويس، كيعطينا واحد الكاس كبير على حسب البرتقالة ديالها والماء اللي فيها، ومن بعد كنكملوا الماكلة ديالنا. سؤالي غنرجع للورق ديال البرتقال، دابا كاين حتى المندرين، واش حنا كنتكلموا على نفس الفوائد دكتور عماد؟ فهما نفس، يعني هي راه هما كما كنقولوا حنايا انواع مختلفة، لكن كيمشي في نفس السياق. يعني حتى المونداغين الكليمونتين البرتقال فكلهم فيهم هذه الماده هذه. نعم، طيب زيت البرتقال لاش كيصلح دكتور عماد؟ كيفاش ممكن اننا نستعمله مثلا خليط مع زيوت اخرى، خليط مثلا مع مواد اخرى كماسك سواء للشعر او للبشره؟ نعم، فشوف الزيت ديال البرتقال فاحنا من الناس اللي خلى هذاك اللي بدعنا فيه، او منهم الروح ديال الورد حنا كنعرفوا، او الروح ديال الزهر، والزهر اللي هو كيكون كيتخاد من الاشجار ديال البرتقال. فكيمكننا هذاك الا كان عندنا الروح كنديروا غير 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ولا زيت نوار الشمس، فهو كيصلح النظره ديال البشره. يعني ندهنا كاسيروم كل ليله على البشره والرقبه ديالنا، فهو كيصلح النظره ديال البشره، كيحارب لينا المشاكل ديال الحبوب، لان فيه ما يسمى بالفيتونسيد. الفيتونسيد هما عباره على واحد المواد طبيعيه مضاده للطفيليات، وحنا كنعرفوا يعني في البحث العلمي ان 75% حتى 80% ديال المشاكل ديال الحب للشباب اللي كيكون او المشاكل ديال الحبوب كيكون سببها واحد النوع ديال البكتيريا كيتسمى ديمودكس، وهذه البكتيريا هذه من البكتيريا اللي كيمكن تقضي عليها هاد الزيت ديال البرتقال. علاش؟ لان كما قلنا انها غنيه بهاد الفيتونسيد اللي كتحارب لنا الطفيليات. زيت البرتقال فحنا شفنا المزايا ديال البرتقال، اذا زيت البرتقال اللي مباشره كتوصل للبشره ديالنا كتمتص مع المسام، كتولي الدوره الدمويه كتدور بواحد الطريقه منتظمه، وكتدور بواحد الطريقه امنه، وكتخلي لنا واحد التغذيه متفرقه، يعني على الدات كامله، ماشي غير على البشره ديال الوجه، على الدات كامله والجسم ديالنا. ف يعني الاستعمال ديالها المنتظم كيعاوننا باش اننا كنرجعوا النظره ديال البشره ديالنا وكنرجعوا لهذاك السر ديالها. نعم، طيب دكتور عماد، ملي كنقولوا ايضا البرتقال او الحوامض فكنجبدوا الحامض او الليمون، وحنا كنعرفوا انت دائما دكتور عماد كتقول بانه ما خصناش نستعملوا الحامض بشكل مباشر للبشره ديالنا، والحامض هو غني بالفيتامين سي. فالحامض من الاحسن اننا ندخلوه في السلطات، يعني ندخلوه مع مكونات اخرى باش ما يمكنش ياثر علينا. والحامض معلوم انه كيدخل حتى في الحمضيات، ف تيتريكوس الاسم اللاتيني ديال هذا النوع هذا، فمن الاحسن اننا هذا الحمض ناخذوه نستهلكوه في الاكل كما كنستعملوه مثلا، ماشي مشكل. اما يعني في السلطات احنا كاين بزاف ديال الطرق كيفاش كنستعملوا الحامض، ولا في الفينيغرات اللي كتصايب وفي هذه، ولكن اننا نديروه مباشره على البشره كيعطينا واحد اكيد. علاش هنا؟ حيت هنا عندنا ما يسمى بحمض السيتريك. حمض السيتريك كاين في الليمون وكاين في الانواع الاخرى، ولكن كيكون قليل. هنا في الحامض كيكون مركز، داكشي باش ديك درجه الحموضه كنحسوا بها طالعه بزاف في الحامض وما كنقدوش عليها، فهاد الشيء علاش. طيب غادي ناخذ السؤال ديال عزيزه، كتقول لك دكتور واش ندير غير حبه وحده ديال الليمون وندوزها على وجهي، واش تنفعني البشره ولا لا؟ فمن الاحسن هنايا خصها تاكلها الا كلاتها غادي تستافد منها احسن. اما الا بغات حبه الليمون تستافد منها فتحاول تحكها، يعني نقسم واحد الليمون على جوج ونحكوها في الحكاكه، ولكن هنا غادي نضيفوا ليها اللبن، لان اللبن فيه ما يسمى بلي بروبيوتيك. لي بروبيوتيك كيعطينا واحد لازوت جميل جدا. اذا الا خلطنا اللبن، نعم اللبن البلدي، ف الا خدينا واحد المعلقه كبيره من هاد البرتقاله اللي كتكون محكوكه بالقشور ديالها، نضيفوا لها ثلاثه ديال المعالق كبار ديال اللبن، نخلطوهم وغادي ناخذوا القطن وندهنوا على البشره والرقبه ديالنا، نخليه مده ديال ثلث ساعه ونغسلوه. واللبن هنا غادي يحفز لنا التفاعلات ديال هاد ليسبيغيدين اللي هضرنا عليها، فيتامين سي كذلك، وحتى ديك البروبيوتيك اللي كتكون عندنا على المستوى ديال اللبن اش كتعاون؟ كتعاون بحال كتنظف، يعني كتولي كتنقي، بحال كنقولوا حنايا كتسارع على البشره وكتنقيها وكتعطينا هاد النظاره هذه. صفيه كتقول لك دكتور عماد كنعاني من مشكل ديال القشره الدهنيه في الشعر ديالي كثيره، واش زيت البرتقال ينفعني باش نقص من الحكه؟
فهنا الا كان المشكل ديال الحساسيه مفرطه فمن الاحسن انها خصها تشوف الطبيب. والبرتقال في بعض الحالات كيمكن يعطينا الحساسيه. حسنا كتقول لك واش قطرات الحامض في الماء تيهبط السكر المراه الحامل؟ لا ما كيهبط السكر يعني ما كاينلاش وتجنب الحامض لان المراه الحامل تحاول الحامض تاخذه بالحيطه والحاضر لان يمكن يطلع لها المعده ويدير لها القرحه ديال المعده. عندنا السؤال ديال نيسرين كتقول لك انا كناكل المندرين بزاف، انا حامله دخلت في الشهر السابع وعزيز عليا الليمون كناكله بزاف واش ما عنده حتى شي ضرر حيت كانت وحم عليا؟ نعم ماشي مشكل، الله يكمل كل شيء بخير ان شاء الله والله يفكك على خير اختي الله يسمح لنا من الامهات ديالنا. فهنا اختي غير الا ما كانش كيضرك وكيدير لك لي غاز فبصحه وراحه. نعم طيب ما عندكش السكر حيت كاين السكر ديال الحمل. وهاد المساله ديال لي غاز البرتقال حتى هي نشيروا ليها دكتور عماد. نعم علاش كنقولوا لي البرتقال كيدير لينا لي غاز؟ لي غاز لانه كما قلنا حنا كاع المواد اللي كتكون فيهم الاكسده وكتكون مضاده للاكسده حيت كاع المواد اللي كنحسوا بها كتعطينا لي غاز، فهي شنو كتعطينا واحد الاكسجين طالع يعني كتعطينا واحد الاكسجيناسيون اللي كتكون كبيره، وهاد الاكسجيناسيون اللي كتدخل في الداس ديالنا اش كدير؟ كتدخل في تفاعلات مع البكتيريا اللي كتكون عندنا وهي راه في حد ذاتها في بعض الحالات كتكون تلقيه للجهاز الهضمي. ما كانتش كتعطينا مضاعفات علاش؟ لان هذاك الانبعاث ديالها هذاك ديال الثنائي الكبريت فهمتي يعني الثنائي الكبريت اللي هو عباره على واحد الغاز او الاش دو اس يعني الهيدروكسيل الكبريت، فهذاك هو اللي كيعطينا هاد الانتفاخات على المستوى ديال البطن. غير هو الليمون كما قلنا خصنا غير نعرفوا كيفاش ناخذوه، مثلا مورا الماكله نحاولوا اننا نخليه واحد نص ساعه بينه وبين الماكله، لان حتى كاينه واحد الدائره اخرى دائره التخمر ان الا كنا كناكلو وكناكلو الماكله المواد المخمره وتبارك الله حنا الطاجين المغربي كله راه فيه المواد المخمره اللي هي المطيشه اللي هي البصله فهمتي الاكل هذا كله اللي حتى الخبز ملي كناكلوه فكلها لما كتمشي للجهاز الهضمي ديالنا كيوقع لها واحد شويه ديال التخمر يعني خصها واحد الوقت باش كتهضم. الا زدنا هذا الليمون هذا اش كيدير؟ كيسرع لينا عمليه التخمر وكيولي انبعاث هذه الغازات هذه اللي كتعطينا هاد الانتفاخات. اذا احسن طريقه اننا نخليه واحد نص ساعه بينه وبين الماكله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.